في اليوم العالمي للبيئة اللي بنحتفل بيه كل سنة يوم 5 يونيو، واللي بدأ بيه احتفال دولي العالم عام 1972 لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، سواء التلوث البري أو البحري أو الاحتباس الحراري، محتاجين برامج لزيادة التوعية واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ على البيئة. تعالوا مع بعض نشوف رأي الناس إيه في الموضوع ده. في اليوم العالمي للبيئة، قولي إزاي نقدر نحافظ على البيئة وإيه الطرق والوسائل اللي نعملها نقلل بيها التلوث البيئي؟ والله بصي، هو التلوث زيادة بسبب برضو ان احنا عدد السكان زايد شوية، محتاجين يبقى في حاجات اللي هو المجالس المحلية والحاجات تهتم اكتر، يعملوا صناديق اكتر، يبقى في غرامات، يعني اي حد يرمي زبالة يتشاف يتاخد غرامة. في ناس كتير، في دول كتير بتعمل كده، في الاحتباس الحراري، وفي الناس اللي بترمي مثلا ازاز الحاجة الساعة الازاز في الشارع، دي غلط لان برضو الاطفال بيبقوا ماشيين ساعات في الشارع ممكن يتعوروا، وممكن كمان عوادم السيارات. والله يعني ممكن اكتر حاجة بتواجه البيئة طبعا الزحمة والاحتباس الحراري بتاع البنزين يعني اليومين دول. يعني اعتقد ان احنا نبدا نحسن من وسائل المواصلات العامه ونقلل من استخدام المواصلات الخاصه سواء الملاكي او غيره. بالنسبه للحياه المدن، هون التلوث الهواء اللي احنا عم نستنشقه، هذا التلوث هواء خصوصي بسبب عوادم السيارات هون او بسبب المخلفات تبعت المصانع، واللي هي مش كتير انا بشايف انه اثره هون كبير على قد ما هو الاثر تبع السيارات اللي موجوده بالشوارع. نقدر نوعي الناس ازاي؟ سواء بقى صغيرين شباب كبار، نقدر نوعي الناس ازاي؟ بصي، فكره الوعي كله ان الناس توعي، يعني اللي هو عارفه زي نفس قصه الرقابه كده، ما فيش رقابه ما فيش وعي. فمحتاجين ان كل الاماكن العشوائيه دي الناس تنزل وتتكلم مع الناس وتوعي الناس. والله هو في تيك توك وفي الفيسبوك وفي الميديا كلها، شايف السوشيال ميديا اكتر حاجه. طبعا انت زي ما انت شايفه، يعتبر بنسب 80-90% الناس كلها على السوشيال ميديا، ما حدش بيقعد قدام التلفزيون زي الاول. وكنوع التوعيه او ان انا اخلي الناس تركز على حاجه زي كده، فموضوع مثلا ان انا انشر يافطه في الشارع والكلام ده، دي بقت حاجه قديمه قوي. انا ممكن اسمع الشباب كمان، ممكن مثلا اعمل مثلا هاشتاج على الفيسبوك او حاجه زي كده، فالحاجه دي هتطلع ترند، هتكون حاجه احسن، سواء بقى شباب اطفال صغيره اصلا، اي طفل صغير بقى ماسك تليفون، راجل كبير، اي حاجه، فده هيخلي للناس اهميه اكتر كانترنت. ان احنا نشجعهم، لان لازم يكون في هدف، يعني لو مفيش هدف مفيش حد هيسمع الكلام، فلازم نشجعهم بشكل او باخر ان هم لما يلتزموا بالقوانين او بالرولز دي هيكسبوا حاجه، مثلا في المقابل لما تجمع مثلا كم علبه كم ازازه بلاستيك هتاخد مثلا عليها هديه. فطول ما في جفت، طول ما الناس هتتشجع ان هم يلتزموا بالكلام ده، لازم حضرتك نبدا من المدارس، من التعليم من الصغير، يعني لازم الانشئه الاجتماعيه نبدا بالمدارس اول حاجه، نعلم الاطفال، لان تقريبا الناس الكبيره خلاص يعني ممكن يكون عندها الكونسبت بتاعها خلاص مش عايز يتغير. لو هنبتدي بيك انت اول واحد عشان نقلل من التلوث البيئي، قول لي ايه اول ثلاث حاجات هتعملهم؟ والله بصي، او يعني ان احنا نساهم مع مجموعه، كان فتره من الفترات كده كنت ساهمت في مجموعه شباب اللي هم بينزلوا يوعوا الناس، او ان هم يعملوا بس يشتروا فعلا باسكتس ويتكلموا وينظفوا بنفسهم. ان انا اهتم ان انا مرميش حاجه، بس انا يعني على حد ما انا بعمل كده فعلا، الحاجه بتفضل في ايدي لحد ما الاقي باسكت. انا مبدئيا كده حته اللي بيشربوا سجاير برضو المفروض في اماكن تكون خاصه ان هم يشربوا فيها سجاير، نمنع السجاير على قد ما نقدر، السجاير على قد ما نقدر. بالنسبه لبرده الكنزات والحاجات دي المفروض يكون في اماكن مخصصه نرمي فيها برده الكمامه والحاجات ديت على قد ما نقدر. برده في ناس بالنسبه للشجر اللي بيبقى موجود مثلا في الشوارع، الناس اللي بتقطع فيه نحافظ عليه على قد ما نقدر، لان دي برده من الحاجات اللي ممكن تدخل لنا هواء كويس. لو عندي مثلا تكييف في البيت هستعمله على قد مثلا وقت محدد، مش هشغله دايما. لو مثلا السياره بتاعتي العربيه بتاعتي مش لازم اركب انا عربيتي، ممكن اركب مع واحد صاحبي، او ممكن مثلا احاول اقلل على قد ما اقدر. اوكي كده حاجتين، قولي بقى ثالث حاجه. لو انا مثلا راجل فلاح او بزرع على الارض، احاول الحاجات اللي هي بتبقى بواقي القش الرز او الحاجات اللي هي بتبقى زايده من الاراضي الزراعيه، ان انا احاول ادخلها في اعاده تصنيع وما احرقهاش. شايف ان احنا محتاجين قد ايه مصانع اعاده تدوير البلاستيك والورق واعاده تدوير المخلفات؟ شايف ان الحاجات دي يعني هتوفر لنا بشكل كبير وهتقلل من التلوث ولا لا؟ اكيد طبعا، ده اهم حاجه. وعموما المصانع بتاعت السايكلينج دي يعني مش هتاخد ايفورت ولا كوست كبيره، فنقدر نعملها، الموضوع سهل وبسيط. اهم حاجه بس ان احنا نفكر ازاي نعيد تدوير الكلام ده، وان احنا ازاي نخلي المهملات بتاعتنا ازاي تتنظم بشكل مناسب
ان احنا نقدر نعمل لها ريسايكلينج، مش بنرميها كده وخلاص. في انتظار كوب 28 اللي هيكون في الامارات لاتخاذ القوانين والتشريعات لتحقيق الاستدامه البيئيه. اشوفكم في تقرير جديد وموضوع جديد مع مهي مختار على صدى البلد.